ايه حقيقة الخلافات اللي بينك وبين اخوك صلاح حوالين الميراث؟ مفيش خلافات ولا حاجة. صلاح اخويا هو اللي كان شغال مع ابويا وكان شريكه، وابويا قبل ما يموت بعد نصيبه والشركات بقت بتاعت صلاح. يعني ابوك حرمك من الميراث، يا ترى ليه؟ ويا ترى ميراث كبير زي ده لما حد يتحرم منه ما يبقاش مبرر كافي للقتل؟ اقتل اخويا عشان الميراث واقتل كمان مع مراتي وشرفي وسمعتي وعيش بوصمة عار بقية حياتي. يا مجدي بقى انا عمري ما كان همي في الفلوس، وابويا والحمد لله سابني اللي عايشني كويس. الشركات دي كلها اللي كبرها مع ابويا هو صلاح، ودي كلها حق ربنا من حقه. بس في ناس بتقول انك اتخانقت مع اخوك صلاح اول ما عرفت ان ابوك كتب له كل ثروته. ما حصلش، انا شديت مع صلاح عشان ما قاليش اللي بعد ما ابويا مات، وكانه فاكر ان ده ممكن يزعلني، لكن ما اتخانقتش معاه. بس الناس ممكن تكون شطحت بخيالها واخترعت الحواديت دي. مش غريبه يا استاذ هشام ان اخوك اللي عمره ما تعرف عنه انه بتاع نسوان يخونك مع مراته.